اوكي تم تنزيلها بنجاح. الله يلا يلا جماعة قاعد اصور لكم انا ميتة برد، بس انا بوريكم انا فين عشان يكون عندكم فكرة. طبعا اليوم الفلوق مبدوء من مو مبدوء اسمه مبدوء والله ما ادري. المهم اليوم فين؟ في الشفا. مرة برد، شوف اصلا كيف لابسة، مرة برد. تشوفوا كيف لما النباتات تكون في البيت كيف تعطي كذا منظر. واو في ورا اشياء، رحت مغامرة؟ لا والله احس خوف. جماعة شوفوا المسبح كيف مرة يحمس، بس لو انه ما كان برد والله كان سبحت، لكن برد ومسبح يتم التجميل. شوفوا شوفوا ترى نزل مطر وشوي بننزل كذا، ابغى اسوي فعالية برا في الحوش شوي اوريكم. هي مرة تحمس، بس ان شاء الله ما ينزل مطر زيادة ويخرب علينا يعني. اول حاجة الحفلة، اخيرا اخيرا قررت ان انا احتفل بشيء، وصلت له كذا حفلة. صراحة مو انا اللي قلت كذا، ماما اللي احتفلت الحمد لله. والله مرة شكرا ماما انها يعني ايش كنت حست فيه صراحة. شكرا مرة على 500,000، والله انكم شيء كبير في حياتي صراحة. وجودكم مرة مهم بالنسبة لي، وجودكم بالذات انتم يعني الواحد ما يتكلم. مرة حلوة، تعالي تعالي ماما تعالي. كيف عجبتك؟ عجبتني. ايش شعورك وانا واصله 500,000؟ ان شاء الله اقبال الملايين محبوبه عندهم ان شاء الله. بنجيب نسان سبستيان من زيكا، بنات زيكا عندهم الحلا رهيب. اتوقع انه احنا مره عشنا الجو انه المطر والاشياء. بابا شوف ايش جايب معاه من السياره. بكره بحط ماتشاتي، شوف الاندومي خلدع الحرميه. هم يدروا ان انت هنا ولا لا؟ ما في كبسولة؟ ما في كبسولة، سلم عليهم. السلام عليكم، حالكم؟ ألف مبروك جوجو. ترى قاعدين نتضارب قبل الكاميرا للمعلومة يعني. إي شوفوا غالي فنان إلا تبغانا نصور البرشومي، جابت لنا البرشومي. صراحة ما قد جربت البرشومي ولا أبغى أجربه يعني. إيش طعم البرشومي؟ بس اللون يختلف. هذا مكنه داخل عرض، إيش هذا؟ حليب موز. اوكي لا فانيليا. اوه شوف بس في ماتشا. ما تبغاني اصور لها؟ يلا صور لها صوره عشانها مناسبتي كذا. حلو يا يلا ارقص ارقص يلا مبروك. شوفوا الهواء كيف، والله مره برد ما شاء الله. مطر مطر مطر. يلا اول هديه من خالد عام. هذه من دقيقه، هذه من مين؟ انا رفيف ديلارة. ورفيف اللي دائما تكفطون في المدرسه. بلاش عقبالك من مليون ان شاء الله. بابا فجاه قال لي كرم روح جيب شيء، قال له روح جيب شيء من السياره. ايش في؟ اشوف بسرعه. من مين؟ صراحة ما توقعت ابدا، لما بابا معنا 24 ساعة ما توقعت متى راح جابه. انت كنتي معاه؟ لا والله. طب متى جابها؟ مرة حلوة. شوفوا هدية ستي من بولو، خلينا نشوف. أول شيء شنطة، الله حبيت. هدية ذهب. أيوه. وتيشيرت. موديكم عيادة من جد؟ وهنا هدية خالة فنان. سكراب. سكراب يعني عارفين ادمان اللي شوفوا خالد شوف الله ايش اقرا. شوف الف مبروك، الله يجعلكم مشاهدين لك عليك خالك محمد. على عيونكم ايش ستي؟ بالعافيه عليكم وعلى يب. الحين ايش عندنا؟ ان شاء الله البليله هذه جاهزه. شوفوا قاعدين يسبحوا، قاعدين يسبحوا في البرد. احس اللمبات زي كذا مره حلوه في اي بيت تحليها، خصوصا في رمضان والعيد. يا الله تعال نشوف، تعال نشوف ايش قاعدين نسوي برا. صراحه المطر مره حلو، اسمع بخرج بس ان شاء الله الكاميرا ما تخرب. شوفوا شوفوا كيف غرقنا احسن من هي. يلا سلم عليهم. خلا دعاء عندها طرق الداعيه. يلا اهم شيء اللي في بالك كان احلى.
صباح الخير من ثاني يوم في الهدى. بنات صحيت الصباح، تخيلوا الحالة كذا، بسم الله مرة يخوف، كل البيت نايم إلا أنا. تدروا ليش؟ المهم إنه أمس صحيت، أمس نمت في الليل مرة من بدري، من الساعة 12 أزبد. تخيلوا نمت نوم طويل، ما صحيت إلا الفجر، على أساس إنه أقول لك أبغى أصحى أصلي وأرجع أنام، بس طار النوم للأسف بالغلط. اقتبست أجواء البرد، زبد أنا البرد لا يجي يقول إنه في برد. أنا لو صدقت إنه في برد أسوي كل شيء، يتخيل نفسه فرو من كثر البرد. شوفوا أثر الحفلة، مو وريتك مية أمس. شوفوا حقي هذا ضاع الروج، تخيلوا في لقيته بعدين، بنت خالتي لقيته في الحوش. أنا أبغى أسوي الإندومي صراحة، كنت بشتهي البرتقالي مرة بس ما في، لحسن الحظ ما شاء الله، فسوي إندومي بجلس شوية منتج وشوي بسوي لي ماتشا وأصور لكم. والله العظيم إنه دحين تخيلوا الساعة كم، الساعة 7:30 يا ناس، ايش مصحيني انا ما اعرف، يعني اهلي لو مرة 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 بالكثير متى بيصحوا؟ 12 الظهر. ايش اسوي هذا كل الحالي؟ المشكلة ما في اماكن قريبة مني انه زي كذا اقدر اخرج اتمشى فيها. خلاص يلا وافي، المهم اني ابغى احط، بسم الله. تدروا كثير ناس ما يحبوا زيت الاندومي، ترى هذا الشيء اللي احسه يعطي نكهة في الاندومي، مرة لازم خير. فدحين سويت اكلي بروح اكل، لسه ما حطيت بهارات اصلا. خلاص الوضع كذا، فل الفل. شوف كمان جايب الفلفل. شوف المويه كيف مره مثلجه، يعني برد قاعد اشرب مويه بارده الى اين. الزبده يلا ببدا منتج الفيديو، مره وراي مشوار واليوم جمعه لازم انزل فيديو. واخيرا خلصت مونتاج تقريبا، خلاص خلصت، بس انه باقي لي احط كذا كم لقطه بس. والله شوفوا سروال الكرم حق السباحه. ما شاء الله. المهم انه شوفوا، بالله بالله شوفوا المسبح كيف يشهي، نفسي اروح انط شويه كذا بشوف اذا حر، يعني الجو كويس برا واقدر اسبح بسبح، بس اذا برد والله معليش مره ما راح اسبح. شوفوا ماتشات الجديده من فين، من سو ماتشا، اكيد تعرف المكان صح؟ دقيقة أغلطي. طبعاً أنا سوى ماتشا قد جربتها يوم رحت الرياض، بس هذه المرة قررت إن أنا أطلب الماتشا حقتهم وأسيب نفسي في البيت. صراحة مرة الباكجينج عجبني بشكل، شوفوا الله، شوفوا كيف لما الإضاءة تدخل على البيت مرة حلو. إن شاء الله ترقبوا تصميم البيت المستقبلي، بسوي تصميم رهيب. مرة عجبتني فكرة شو اسمه الطاقة الكبيرة زي كذا. الزبدة إنه هنا كمان طلبت ماتشتين بفليفر مختلفة، طلبت بالمانجا وبالفانيليا، في كمان كوب شريت هذا الكوب. شوفوا تخيل، شفته في المحل كانوا حاطين اصلا بالعرض، فيب خلي شويه كذا يجي العصر ونسوي ماتشا سوا. شوفوا شوفوا هنا مره كيوت حق اي لاف يو سو ماتشا. شوفوا نفخنا هذه، باقي الدونات مره حلو الفلامينجو. تخيل هذا في شيئين اللي مسلوت لكم طلبيه الصيف، نحلل الصيف لآخر لحظة. أروح أرميها، أخاف الدبور يأكل، من أول نشوف دبور يجري. إيش فيه؟ خلاص عادي دبور، ترى ما راح يصير لك شيء. يلا 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 بسرعة، خليني أرمي هذا. أرمي طيب. يلا أنت روح من هنا أنا من هنا. إيش الأرمي من هنا ترى بس زي كذا. يلا واحد اثنين. غبية عمية. يا الله. طاحت. طيب طاحت في طرف، والله انك دلخ دلخ. نشوفوا مين صحي. ماما صحيت. اخيرا من اول انا وكرم قاعدين ناكل كل شيء في الحياه الا الاكل. صراحه ماني جعانه فباكل معاهم بس جبنه كذا وهذا. اوكي تم تنزيلها بنجاح، خلاص قدرنا نحطها في المسبح. بنت شكله مره حلو، مره شكله حلو مع المسبح، والله شكلي بطب. يلا 1 2 3 ارمي. خلاص الفطور جهز، يلا بالعافية وعلى إطلاعة المسبح. جماعة شوفوا دحين في الفجر، متخيلين؟ يا رب الجو مرة حلو. شوفوا الغيوم، الغيوم عندهم من الظهر ما شاء الله تطلع. شوفوا المطر، نزل مطر في الليل، والله ما قدرت خلاص. تدروا ليش اختفي؟ كل شوية واجيكم بين فترة ثانية. يا الله صوت الصراصير. المهم تدروا ليش اختفي؟ والله يا إني أدخل في نومة عميقة، يعني تخيل شفتوا لما نزل مطر ما قدرت كذا، جلست جنب البلكونة في الكنبة
وعطيتها نومة قوية خلاص. صوت المطر ونومه وما في مكيف، تخيلوا بجو حق الهدى. خلاص اصلا اخر يوم لنا هنا، مو اخر يوم خلاص باقي كم ساعة ونخرج. المهم وين ما سبحت في المسبح، عارفين ليش؟ والله صراحة مرة برد، ليش مرة برد يعني ما حقدر استمتع في السباحة، وما لعبت بالدونات ولا الفلامينجو. شوف الفلامينجو اصلا هناك ماتت الله يرحمه. شوفوا طالعين لين فوق عشان نشوف الضباب من فوق. شوف انت شايفين انت شايفين ولا بس انا قاعد اشوف؟ والله ما شاء الله الجو رهيب، بس شمس كيف الضباب جاي ما ادري. لا خلينا نشوف وريه. شوفوا لا مو لازم، يلا نزلنا. يا رب ما شاء الله تعب، تخيل بيتنا دورين الحمد لله. لا تظن بتشي واحد. شوفوا خلاص دحين بنسم هذه الاشياء واحنا لا سبحنا فيها ولا شيء، على الفاضي كذا امس راح. كويس ما نفخناه بنفاسنا كمان، كان متنا الله يرحمنا. وهنا كبستنا صارت جاهزه، سوينا كبسه مكرونه رهيبه، بابا يسوي لنا هي شيء خيال. طيب بعدين جبت الكبسه في الحوش نوريكم هي، بالله شوفوا والله كان يبغى لها توتوريال صراحه. يلا بسم الله كما ايوه عارفه. يلا بسم الله الله يا شوفوا والله شيء رهيب ما شاء الله. تسلم يدك يا بابا. شوفوا اليوم قررت اسوي ماتشا بماتشا سو ماتشا حقت سياره النمله. احس الكاميرا مره قريبه صح. شوف الكوب الجديد اللي اخذته من عندهم مره حلو. طب خلاص بس نظار الشمسين انه الشمس قررت ترجع مره ثانيه، وانه قررت اني ما حصرف التيك توك بصوتي. قررت انت تسمع صوتي والتيك توك بخلي كذا كانه اغنيه. جدو ترزيك بدا ايش بدا. ايوه يا حمار ما شوف عندنا هنا الماتشا اللي هي اوريجينك ماتشا. طلبت واحده بالفانيليا وبالمانجا، بس انه خلاص هذا اكثر شيء. بكا لا اكيد حركه. طيب عندنا هنا اللي زي حق ال ايش اسمه هذا فيري، ما ادري ايش اسمه فيري كذا تسوي. شوفه الله كذا. انا بسوي الماتشا اليوم. لا الا 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 لا الا لا ليش لا عارفش لازق في عقلي ذيك الاغنيه حقت اللي ايش ايش طيب طفي الزمه غبي انا غبيبي احس اني حرانه اصلا بسوي ماتشا. اقول هاي انا شيء لا خلاص انا شيء بدالك. لا خلاص لا صراحه انا ما معي ميزان فبحط الجرامات اجتهاد شخصي. حط اللي تحطه يا شيخ. الله 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 ايش الحركات هذه ابدا. هاي الشمس مره خلاص صراحه ما عرفت للهدى، مره يكون برد مره يكون شمس مو على كيفك. شوفوا فيها القفل هذا. انا افكر لا 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 انا 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 شوف ما اركب عليه. لا مو على العباية. سكت سكت دقيقة دقيقة انا ما ببانش ما احب احمد. شو اسمه شو اسمه فين الضباب راح؟ في اللون صراحة ابداعي، بس عشان ما معي ميزان فراح احط كذا ملعقتين. هذين انا طب بشويش كرم. طب يلا يلا حطها ارشح. نسوي عندنا المويه هنا انا يا حبيبتي. يلا الحين كرم بحط المويه هنا. تقولي لي بس يلا يابا خلاص انت بس كسر شويش. شوف خلاص تقريبا كذا خلصنا. نسوي كذا شوفوا احلى فينا ايش انه هذا نفس المقاس حق الصحن هذا صغير، لانه ما تطرطش الماتشا برا. ليه كل ما جيبوا لك ماتشا لازم تشتري هذه؟ عشان هذه اصلا صحن الماتشا. طب ليه كل يوم كل شيء تشتري ترى عندك في البيت؟ طيب ليه فلوسك؟ اخلطت ساكت. احب احط حليب. لا وري مثل ثلج ابيض فابيض ما يبان ولا شيء. خلاص حطيه كامل. حطيه اخر خسر اخر. شفت انا صغيره يعني مو انا صغيره يعني ايه فانيليا. ايوه في فريزة طلع الثلج. طلع سلمش متلج ولا لا ام عاد؟ لا لا اشوف كيف حنقطع. شوف حنحط هذا صراحه هذا ما ادري مين جابه، واحده من خالات بس او احنا ما ادري، بس انا نسيوه عندنا وانا استغليت الفكره حطيت له الماتش. هو فانيليا تخيلوا. اسمع روح جيب سكينه او دور مقاس اذا في ماي جاد. الشمس كل شوي تجي علي. بابا الباب يدق. مين؟
رمي لي ادب معلش كويس كمان انه نفس المنتجع هذا عندهم قوالب ثلج ولا كان انهارت امه حطيتي كله يلا خلاص حطينا الحليب دحين بنحط الماتشا واو احس كانه جبنه هو كان ايس كريم مو ايس كريم ما كيك على الفيزا واو هذا الماتش الهبديه صراحه كل شيء فيها هبد خلاص وخري يا كرام وخري وخري من اليوم اقول لك وخري حماره على قصتك طيب لا بنات وربي رهيبة بس ما اعرف هو السر من نفس الحليب ولا الماتشا بس الماتشا ما فيها مرارة تعرف طبعا الماتشا ما فيها لا حول ولا قوة الا بالله هذا كله عشان ماتشا هذا كله عشان ماتشا والله ما تجي تصفقني لو هذا بيتنا ما تجي تصفقني بس بسرعة بلحق ننظف المكان عشان ما نكون العميلين القليل الادب لازم نكون عملاء محترمين وعلى مكة خلاص راجعين يا رب يموت ما حر حار وبرد جنة أنا قاعدة أتحرك ماتشة اللي لك عليها كرم اللي سوى الماتشة أيوة وصلنا دكة غزال دكة غزال يلا بنزل لكم هو بس ما وصلت لكم الكاميرا الجوال قفلين المكان خاص نرجع اصلا بدت تمطر يا روحي طبعا فجأة كذا مطرت مطر قوي كويس انه انا جبت معايا الفرو هذا ايوه كرم اللي جابه ورب الجلسات هنا ما شاء الله يا ان خلاص انقلع ما شاء الله يا انها رهيبة بشكل شوفوا كيف المكان رهيب المكان مرة رهيب من جد